هذا المتحف هذا هو وسيلة من ضمن الوسائل التي أحدثتها الجماعة أو مجلس الجماعات اليهودية المغربية لأن خصنا نعرفوا أن إحداث أو فتح هذا الفضاء أو إنشاء هذا الفضاء الذي هو متحف التراث الثقافي اليهودي المغربي اللي كان أنه الوحيد من نوعه في العالم العربي أن هي مبادرة أو بادرة خاصة يعني أن اليهود المغاربة هما اللي خداوا على العاتق ديالهم مسؤوليه التعريف بالتراث والثقافه اليهوديه المغربيه وحنا اليوم في هذا المتحف اننا كان نحتفلوا بالذكرى العشرين تاسيس المتحف اذا حاجه مهمه خصني نقولها ان قبل 1997 اي قبل انشاء وفتح فضاء المتحف لم يكن هناك حديث عن المساله اليهوديه في المغرب اذا مؤسسه التراث قامت بالجر قامت بالتعريف وإثارة الانتباه إلى أن هناك وجود معالم أثرية وتاريخية يهودية مغربية وحينما نتكلم عن المواقع الأثرية أو المعالم التاريخية اليهودية في المغرب نعني بها البيعات أو أماكن الصلاة أو المعابد اليهودية في المغرب المغرب المسلمين خصهم يعرفوا أن المسلمين في المغرب عندهم جوامع ديالهم واليهود في المغرب عندهم جوامع ديالهم وكيف ما شفتي في معرض الصور اللي عندنا في المتحف اننا نعرف بهذه البيعات ان في اللغه العربيه نسميها البيعات لكن في الدرجه المغربيه لان اليهود هم مغاربه يتكلمون نفس الدرجه اللي كيتكلموها المسلمين كيقولوا لها الجوامع ان في انه في فن العماره هي عماره مغربيه ليس هناك فرق قمنا بعمليه ترميم وصيانه مجموعه من البيعات حوالي 11 بيعه او حوالي 11 معبد للصلاه في المغرب وهذا شيء فريد من نوعه في العالم برمته لاننا يعني قمنا بترميم صلاة اليهود في مكناس جوج جوامع اليهود في فاس وبالاخص في الملاح اليهود في فاس آه تم بنائهم في القرن السابع عشر الميلادي تم ترميم وصيانه آه واحد على لسيناجوك سميتها وفي طونجي كاين ترميم واحد المعب المعبد معبد ابن الوليد في تيتوان في الحاره اليهود تطوان اللي كتسمى بالاسبانيه لا بالاضافه الى ذلك تم ترميم وسيرة مجموعه من المعابد الصغيره ذات الطراز المعماري الامازيغي في الراشيديه اللي كانت تسمى قبل قصر السوق وايضا في منطقه خميس ارازان وفي افران الاطلس الصغير وفي إغين لأن كما عرفوا في الجنوب كان هناك تواجد كبير للجماعات اليهودية الأمازيغية في المغرب إذا قمنا بالجرد قمنا بالترميم والصيانة وأيضا صيانة مجموعة من مئات المقابر اليهودية لان كنعرفوا ذلك بمساندة من صاحب الجلاله نصره الله وايضا الحكومه المغربيه ان الجماعه اليهوديه نجحت في صيانه حوالي 162 مقبره يهوديه في مجموعه من المناطق المختلفه في المغرب ايضا ان في اطار مؤسسه التراث الثقافي اليهودي قمنا بصيانه مجموعه من الاضرحه لان كما نعرفوا في المغرب زياره الاضرحه اللي كتسمى عند المواسم أو الموسم خاصهم يعرفوا في المغرب أن اليهود المغاربة حتى هما عندهم عادة الموسم اللي كتسمى بالعبرية الهيلولة هناك أيضاً كل ما هو تراث لا مادي وعندنا مجموعة مثلاً ملي كتزور المتحف أنك كتشوف مجموعة من لي بيجو الجواهر أو المجوهرات أو اللي هي أمازيغية من الفضة أننا نعرض أيضاً مميزات الطقوس الدينية أو الممارسة الدين اليهودية حسب الطريقة المغربية نعرض مجموعة من التحف من من ومجموعة من اللقاء التي هي يهودية مغربية ولكن كلها عندها علاقه بالدين اليهودي على الطريقه المغربيه. عندنا مجموعه من هي مجموعات دي كوليكسيون دو موزي اللي كتكون ما يسمى بلا جودايكا لا جوديكا ما كتك كتكون ما يسمى بسفر التورات من مجموعه من الاكسسوارات الدينيه لسفر التورات مجموعه من المصابح التي كانت تضيء المعابد في القرون القرن 18 و 19، عندنا كل ما يسمى بالزي العروس اليهوديه المغربيه ما يسمى بالكسوه الكبيره عندنا ما يسمى بال بالتيبة أيوة هو مرادف للمنبر لأن في الجامع عند المسلمين عندهم المنبر واليهود أيضا في الجوامع ديال اليهود كاين المنبر أي الكرسي الذي يصعد عليه الذي يوجهه والذي الذي يوجهه الصلاة أي الحاخام عندنا مجموعة من الكراسي كراسي الختان عندنا مجموعة من مثلا كراسي التي كانت تستعمل في في البيعات في المغرب وايضا لدينا مجموعه من الكتب ومؤلفات كبار الحخامات المغاربه الذين كانوا يكتبون بما يسمى بالجوجو ماروكا يعني بالدارجه العربيه المغربيه لكن بحروف عبري عبريه <applause>